واحد من الخميرة ومعلقة من إكليل الجبل هيخلوا شعرك للأرض هيطولوا شعرك لحد آخر ظهرك هيخلي شعرك ناعم زي الحرير هيفرد لك شعرك من أول استعمال كأنك مستشورة بالظبط شعرك هيبقى ناعم وحرير وطويل بشكل غير طبيعي وصفة هتغير شعرك 180 درجة أتحداكي اول ما تجربي الوصفه لمره واحده بس شوفي النتيجه هتوصل معاكي لايه لايك وشير وصلى على النبي في الكومنتات وقولي بتتابعوني من اي بلد ويلا بينا اول حاجه هحتاج معايا معلقه واحده من اكليل الجبل او الروزماري لو شعرك عاجز حرفيا ما بيطولش استخدمي الاكليل الجبل او الروزماري بيطول الشعر بسرعه الصاروخ حرفيا اسمه الروزماري او اكليل الجبل ده بتلاقيه عند العطار هاخد كمان معايا معلقه من الشاي الاخضر بيعزز الشعرايه كمان بيديها لمعه حلوه جدا بيطول الشعر بسرعه الصاروخ ده غير انه كمان بيخلي الشعر كده ماسك نفسه ومتغذي كده وتقيل وقوي تمام كده حطيت الروزماري والشاي الاخضر وهبدا اضيف عليه معلقه واحده من الرز رز الطعام العادي الابيض اللي هو البلدي ده برضو تحفة للشعر بيدي نعومة جميلة جدا للشعر بيفرد الشعر بيخلي الشعر رطب بيخلي الشعرية ناعمة بيطول الشعر بيغذي الشعر كمان بينضف فروة الراس بجد حلوة قوي 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 الرز عموما للشعر بجد كل الفوائد اللي احنا حاطينها النهاردة قسما بالله حرفيا بتديكي نعومة وطول وتقل وكمان هينضف الشعر جدا هنا بقى حطيت معايا كوباية من المية مية من الحنفية عادي بس تكون مفلترة تمام كده انا عايزة الوصفة تكون معايا كلها كده زي ما بيقولوا متعقمة فهبدأ ان انا اخد مية من الحنفية بس اكون غليها قبل كده وبردت وبعدين ببدأ استخدمها يا اما تجيبي مية مفلترة من الصيدلية حطيت كده الخلطة بتاعتي على النار والنار الاول هتبقى عالية وبعد ما تفور زي ما انتم شايفين كده هبدأ اوطي النار خالص تمام انا عايزه المكونات كلها تتفاعل مع بعضها في ناس بتحط ميه سخنه وتغطيه وتقول لك عشان البخار اللي هو الدخان اللي بيبقى طالع او البخار بيبقى بيبقى فيه زيوت طياريه وكده بتخاف انها تطير وكده انا من عن نفسي الخلطه انا جربتها كده وكده جابت لي معايا نتيجه براحتك اللي انت شايفاه صح وبالنسبه لك اعمليه انا بقول لك الطريقه اللي انا استخدمتها وطلعت معايا نتيجتها حلوه هبدا بقى اجيب معايا طبق ومصفه وهجيب كمان شاشه علشان انا عايزه الوصفه تبقى ناعمه جدا 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 علشان خاطر ما يبقاش فيها حبيبات او شوائب علشان ما تسدليش مسامية فروة الراس او يبقى اه فيه تكتلات كده صغنططة او حبيبات تبدأ كده ايه اه تخش في فروة الراس ما تطلعش او في الشعر نفسه فيكتل كده منك او ما يبقاش مظبوط معك انا عايزة الوصفة على قد ما تقدري تبقى ناعمة فالشاشة هنا مهمة جدا جدا وهبدأ ان انا اصفي المية خالص بتاع الوصفة بتاعتنا وهنا انا خلاص صفيتها شايفين المية طالعة بصراحة صافية خالص غير انها صافية بجد جميلة جدا 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 ريحتها حلوة الشاي مديله ريحة حلوة كمان بجد خطيرة هبدأ اضيف عليها معلقة واحدة من زيت التوم زيت الثوم يا بنات جميل جدا للشعر بيطلع البيبي هير بيطلع الفراغات اللي بتبقى في شعرك او مثلا شعرك كده في تساقط شديد زيت التوم روعة زيت التوم انا بجيبه من العطار خام برضو وهبدأ اضيف معلقة من جل الصبار علشان الترطيب والنعومة فانا هنا خدت معلقة واحدة من جل الصبار جل الصبار كمان جميل جدا للشعر وبيطول الشعر جدا فهبدأ ان انا احط معلقة وهقلبهم كويس قوي في الخليط بتاعي هنا بقى انا بقلب كده لحد بس عايزه ان جل الصبار دخل في كل المكونات علشان جل الصبار ما بيدوبش بسرعه هنا خلاص يعتبر الى حد ما هو كده كده هيبدا يخش معايا في بقيه الخلطه لما اخلصها انا هنا قلبتها على قد ما قدرت وهبدا بقى اجيب معايا مج صغنون جدا اصغر مج عندك هتجيبي فيه معلقه واحده من النشا تكون صغيره معلقه واحده من النشا صغيره ما نشا انا عايزاها تبقى صغننه بصوا ممسوحه كمان ليه النشا من الحاجات الجميله قوي 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 للشعر بيمتص الدهون الزياده وكمان من الحاجات اللي بتدي ترطيب للشعر هضيف عليها معلقه واحده من الميه ميه من الحنفيه عادي وهقلبهم لحد ما يدوبوا خالص زي ما انتم شايفين كده تمام وهضيف الخلطه القمر اللي هي بتاعه النشا دي معايا فوق الخلطه بتاعتنا وهبدا ان انا اقلبهم كويس جدا ركزي في الخطوات بجد هي خطوات مش مصعبه ولا مكعبله ولا اي حاجه بس في الاخر هتاخدي منها نتيجه حلوه هنا بقى هبدا ان انا اجيبهم في البراد تاني بتاعي هفضي الخليط ده تاني في البراد بتاعي علشان انا عايزه الخليط يبقى معايا كريمي ما يبقاش سايل كده هتيجي يعني تحطيه على شعرك وهو سايل كده هيبدا ينزل كده ويسيل وهيبقى الدنيا بايظه لا هنرفعه على النار لمده دقيقتين يبدا يبقى معايا كريمي كده وبعد كده هقول لك هنعمل ايه انا هنا رفعت على نار هاديه عشان في نشا فمش عايزاه ولا يتلسع ولا يكتل ولا يبوظ ولا اي حاجه وايدي دايما فيه هفضل اقلب فيه كويس لحد ما يبقى كريمي معايا كده هو خلاص بقى معايا كريمي واللون اتغير تماما وجل الصبار اختفى كمان معايا زي ما انتم شايفين كده هنا بقى هرفعهم من على النار وهفضيهم في الطبق التاني بصوا القوام بتاعها خفيف مش قوي ولا تقيل قوي يعني انا ولا عايزة خفيف ولا تقيل انا عايزاه بين البنين هنا بقى هجيب الكيس القمر بتاعنا اللي بيفرز الشعر كانك مستشوره حرفيا هاخد منه معلقه واحده من الخميره خميره المخبوزات الخميره الفوريه تمام كده خميرة فوريه خدت منها معلقه صغيره مليانه اهي دي شكلها مش عارفه بقى انتوا شايفينها لا هي حبيبات زي الخرس كده او الرمل خدت منها معلقه وهنا بقى الخطوه دي مهمه قوي انا عايزه ادوب الخميره تماما في الخلطه هندوبها ازاي انا هنا هضربها بمضرب سلك علشان خاطر اللي هو المضرب اللي بيبقى صغير اللي بنعمل بيه البيض وكده ده هضرب بيه عشان ده هينعمله اكتر من المعلقه تمام كده فالخطوة هنا يا بنات مهمة جدا ان انت تدوبيها بصوا انا هنا لسه بقلب بالمعلقة يعني لسه ما ضربتش بالمضرب السلكي يعني انا على نفسها اضربها مع نفسي بعدين بس انا هوريك القوام اللي فين بصوا انا عايزة اوريكي هنا تقلت معايا ازاي اما قلبتها كويس بصوا هي لسه عشان سخنة كمان مش عارفة امسكها كويس بس هي كده لسه دافية يعني فبصوا القوام بتاعها خطيرة خطيرة كل مره هتتقل معاكي اكتر واكتر وهتبقى جميله كانك حاطه حمام كريم للشعر بجد حلو قوي ده القوام بتاعها طريقه استخدامها يا بنات سهله جدا اهم حاجه تكوني غاسله شعرك كويس جدا يا يفضل انك تكوني غاسله شعرك قبلها بيوم وبعد كده ارجع احط الخليط ده الصبح ونلبس كيس بلاستيك او كيس بونيه او اي حاجه على الشعر بس عشان نكتم الخليط في الشعر يبدا كده يبقى في حراره او سخونه تمام كده فهسيبه على الشعر حوالي من ساعه لساعتين وبعد كده بغسل شعري بعد كده احط المرطب بتاعك لو انت بتحطي بقى اللي هو سيرم او كريم وحطيه بعد ما تخلصي خالص بحمومك العادي اللي هو الشعر بتاعك العادي وابداي لفي شعرك طاقيه وتفرجي على جمال شعرك قسم بالله تح. جربوه وادعوا لي